مع دكتور رائد محسن. اليوم رح نحكي عن ولادنا، هل ممكن إجبارهم أوقات للخضوع للعلاج النفسي إذا نحن كأهل شعرنا أنهم بحاجة؟ رح نحكي عن هالموضوع أكثر. صباح الخير دكتور. صباح الخير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. أهلا وسهلا. يعني بتعرفي أوقات ولادنا بحاجة لمتابعة من غير الأهل. نعم. هلا احنا سمينا بمعنى انه معالجه نفسيه ممكن تكون معالجه سلوكيه، يعني كثير يكون الوضع وضع سلوكي. شو الفرق بين سلوكي ونفسي؟ نفسي ممكن يكون اكتئاب مثلا، هذا نفسي اكيد بيأثر على السلوك. بصير يمكن من زاويه بصير، لكن سلوكي مثلا كمان لما نحكي احنا كثير عن التنمر البولينج، هذا التنمر هي حاله سلوكيه وبدها متابعه ومعالجه من قبل الارشاد والتوجيه بالمدرسه، وان لم يكن هناك مرشدي او مرشد معناتها بدهم يشوفوا حدا خارج المدرسه، وهيدي بده يروح عند حدا معالج نفسي او استشارات عائليه، لكن ما عم بيكون عم بيعمل يعني ما حدا شوي هيك يشكل له مشكله كلمه معالجه نفسيه. نعم. لكن هي معالجه نفسيه المتنمر، ما ضروري يكون عنده مرض نفسي. لكن معناتها لما نجي نشتغل مثلا مع الطفل اللي عمره 12 سنه او 8 سنين على ثقته بنفسه، ثقته بنفسها. هيدي ما فيها علاج نفسي، هيدي فيها اكثر دعم نفسي اجتماعي. لحتى يبطل يكون عنده حاجة للتنمر على الآخرين أو أنه حدا يتنمر عليه، لأنه اثنينتون هلأ ما نحكي عن التنمر، متنمر ومتنمر عليه اثنينتون بدون نوع من الدعم النفسي، واحد تقاوم حالة التنمر وواحد أنه أنت ليه بحاجة تتنمر على غيرك، يعني لا تبرع بشيء آخر سوى أنه تجرح بالعالم، تبلطج وتجرح بالآخرين. يعني لأنه تعال تنفرجيك أنت بماذا بإمكانك أن تبرع بالحياة غير حالة التنمر. هيدي بالنسبة لعادة بهالأعمار هيدي 8 سنين و 10 سنين ما بيرفضوا يروحوا مع الأهل عند حدا يساعدهم، خاصة أنه المعالجين النفسيين ومعالجات النفسيات للأطفال بيبقى عندهم ألعاب، يعني اللي بتخصص فقط بحالات الاطفال، اذا بتروحي لعندهم كانك رايحه على مطرح، يعني ببطل بده البنت او الصبي يتركه اذا كان عمره 9 سنين وخمس سنين وسبع سنين، من كثر ما في العاب تتلائم وتتناسب مع كل الاعمار، لانه بتكون مور بلاي ثيرابي، يعني معالجه من خلال اللعب. نعم. ما فيك تيجي مثلا حدا عمره 17 سنه اقعد انا وياه وجها لوجه وعم بتحدث انا وياه، سيحدثني وسيجيب على اسئلتي والى اخره. طيب وحدا عمره 70 و60 نقعد معه ايه مزبوط قد ايه، او معه دقيقه دقيقتين وبعدين ما فيك تاخذي وتعطي معهم غير بالتفهم شو ماذا يجول في خاطرهم بنفسهم ببالهم الا بس دكتور قبل هيك ما نوصل لهيدي المرحله، نحن كيف ممكن نقنع الاولاد اذا نحن كاهل شعرنا الاولاد عنده مشكلة نفسية أو في شيء نحن مش مطمننا، كيف ممكن نقنع الولد؟ عم نحكي حدا بلكي مش طفل صغير، طفل صغير أهين، عم نحكي حدا مراهق عمر 12 13 14، كيف ممكن نقنعهم أنه هن بحاجة من دون ما نجرحهم؟ صحيح. هي أفضل نقول نحن، يعني نستعمل كلمة نحن، وهذه كمان تنطبق على الكبار، يعني إذا حدا لقيت أنه زوجة بحاجة لمعالجة ما، أو صار كتير عم بيعمل كذا، أو ما بقى أبدا عم بيعمل ما بعرف شو، بنقول نحن بدنا حدا يساعدنا يتواصل تكون وسيط بيناتنا، بدل ما تقول له أنت روح عن معالج نفسي. نفس الشيء ينطبق على الفئة العمرية. هلا ببريطانيا لعمر 16 سنة، وأكيد بدول أخرى يمكن، بس هيدي بالقانون البريطاني لعمر 16 سنة بإمكان الأهل أن يجبروا أولادهم يروحوا على المعالج النفسي. لكن نرجع على سؤالك، طيب اوكي بحكم القانون والاولاد بيعرفوا هالشيء، هيدا راح مع الماما والبابا او اثنيناتهم على المعالج النفسي، هل سيتعاون؟ هون بيجي كمان اللي كيف نقنعهم ما ذكرتي بالسؤال، هي اقناعهم بمعنى انه ما خلينا نحسوا انه نحن نشير بالاصبع على اخطائك، على انت لازمك هيك، انت بدل ما نقول بدنا حدا يساعدنا كاهل كيف نتعاطى معك بمسألة الدينية، بدنا يروح معنا لأنه بده يتعرفوا علينا، أو بده المعالج يعني الحين عند الاستشارية يتعرف علينا. فإذا لما يكون في ريزيستنس، لما يكون في مقاومة من المراهقة بس كأنه مش عم نقول الحقيقة هون،
لا هي حقيقة، لأنه غالبا الأهل لهم دور بالموضوع. لأنه أوقات كتير مثلا خليني أخذها على الصعيد الشخصي، إذا نجا اللي بدي يجيب مثلا ابني أو بنتي اللي عندي هذا العمر بقول 8 سنين بقول لهم خليني أعطيكم رقم حدا تاني، لا أنا نجي لعندك، بقول لهم لا أنا مش اختصاصي أطفال، يعني في تعاطى مع أطفال بس ما عندي مثل ما كنت عبود قبل العدة اللي عندهم إياها الاختصاصيات، إنه ألعاب هيك إنه لو عندي يمكن بعمل حاصله، بقول لهم لا أعطيكم حدا أحسن وحدا أفضل للفئة العمرية إلى آخره. لما يصر بقول لهم تقولوا لي جملتين عن الموضوع، لما يقولوا لي جملتين عن الموضوع انه طب خليني اشوفكم انتوا قبل ما ضروري هو يجي معكم، غالبا بيكون انه هن كيف يتعاطوا مع ابنهم او بنتهم. وكمان نفس الوقت الاختصاصيين بالاطفال بروح لعند حدا وبياخذ مثلا ابنه او بنتهم مره واحده، ثاني مره بيعطوا اسم حدا مثلي استشاري بالعلاقات العائليه، لانه بيعرفوا انه هذا شيء دخلوا الماما والبابا وسلوك ابنهم او بنتهم هو انعكاس للحاله ليه هو فيها البيتية والعائلية. طب دكتور بحسب خبرتك شو هو يعني شو هو الخطأ الفادح اللي بيرتكبوه معظم الأهل؟ يعني أكيد نحن الأهل في إجماع أنه نخبصها بمحل معين مع الأولاد، وين أكتر شيء؟ يعني مثلا فرض الإشي على الأولاد ما بقى يمشي الحال. فرض شيء يعني خاصة لما يصيروا بعمر المراهقة، عمر الثورة على الأهل أو على قيم الأهل، فرض الاشياء انه انا بيك وانا عبول هيك، انا امك وانا عبول هيك، هيدي ما بتقدر تمشي غير من بعد اخذ ورد كثير. بالاخر بقول انا الماما وانا برر، نحن الاهل بنقرر ما دغري لانه ما عندنا وقت نحسن لهم اياها لانه نحن هيك قررنا. نعم. بعدين مثلا كمان في موضوع اخر ما عم نحكي عنه هلا، بس خليني فوت فيك على السريع. ايه نمرق عليهم يعني على اخطاء الاهل غير فرض الاراء، فرض imposing religious therapy on kids، يعني معالجة دينية للأمور، يعني مقاربة دينية religious approach. اوكي هيدي كيف يعني انه حدا عمره 14 15 16 خاصة 16 17 خلينا نقول 16 17 بعد البروفي بعد 15 بصيروا في شكوك بوجود الله، بوجود خاصة اذا كان الاهل بيستعملوا كثير بكلامهم الدين، بيستعملوا نحن بإنجيلنا ما هيك تعلمنا، نحن قرآننا ما هيك علمنا، لما يكونوا هن صغار بيستعملوها الأهل هالكلمة بيوصلوا بعمر 14-15 الصبايا إنه خلص ما بقى تقلي بقرآننا هيدا حرام وبإنجيلنا هيدا حرام. أنا دايما بقول للأهل وكمان المعالجين المعالجات النفسية كلهم واعيين للمسألة، إنه فيك تحكي اللغة اللي بدك إياها من مفهوم بدك إياه بأصول، بدون ما تقول بالقرآن إجا هيك بالإنجيل إجا هيك، هيك علمنا يسوع، هيك يسوع بتوقع منا، بديننا نحن هيدا حرام. ما يعني ما لازم نفوت الدين بالتربية، يعني ما فيك تحجج بالدين لأنه ما قادر تشرح لي هيدا السلوك غلط. أوكي. والله بزعم لا هلأ في كريستيان ثيرابي. والمشايخ نفس الشيء بيعملوا، يعني في عندهم نوع من الأبروتش من المقاربة الدينية المحمدية للموضوع، وفي حدا ما يكون رجل دين او امراه دين لكن لكن يكون عم بيعمل كريستيان ثيرابي معالجه نفسيه دينيه، وبكون بس يعني كانه عم نخوفهم من الدين او صح؟ بكون الاتي لهالمعالجه جاي لانه بده يعني بيسالوا دو كريستيان ثيرابي، يعني بتعمل انت معالجه نفسيه دينيه مسيحيه بكون بده، هذا صار مساله اخرى. طب دكتور بلكي من الاخطاء اللي بيرتكبوها الاهل كمان بلكي كثره الاهتمام او كثره الخوف يلي ما بتكون بالإيد. بالنسبة لعم نحكي لموضوعنا، نرجع موضوعنا أنه مش كل مسألة بدنا نخذهم عند معالج نفسي. في الماما والبابا يروحوا ويسألوا كيف نتعامل على ما يرام، وكتار بيعملوا هيك. كتار بيقولوا نحن جايين ما بدنا نجيب ابننا لأنه ما بدنا نخليه يحس أنه هو يخدينه على مطرح ما بعرف شو، بس بدنا استشارة كيف كذا كذا، هيدا حالي كتير صحي. فينا نقدم لهم استشارة على الهواء. عبول فينا نقدم لهم الاستشارة على الهواء هلأ؟ فينا كمان فينا هو يعني نحن إذا نتلقى هلأ اتصالات لمسائل بس أنا بقول لك أكيد يعني كتر منخاف كتير على أولادنا ومنهتم فيهم كتير، يعني أوقات منبالغ هون ومنبالغ هون، شو الحل الوسط؟ لا حل الوسط من كل أحد شيء، لا بالنسبة لحدا كتير أوفر بروتكتيف يهتم بالولاد ومخاف عليهم بالنسبة له عادي، بالنسبة لحدا مثلي مثلا أو مثلي بقول لا انتم كاترينا، وحدا بقول انتم كثير متسهلين، ما هي مساله نسبيه. نعم.
هم انه الواحد يعرف حاله. شو الحل شو الحل النموذجي اذا فينا نقول؟ كيف رد فعل الاولاد على طريقتكم؟ اذا كانوا صاروا عم بيتضايقوا، صار مثلا بتلاقيهم انه ما بقى عندهم اصحاب من كثر ما الاهل خايفين من اصحابهم، او عندهم اصحاب كثير اذا كانوا متساهلين بشكل انه في مساله بالانتقاء، لانه الاهل كثير يعني لا هون ولا هون، لا بدنا نحن نكون نظام بوليسي، ما بدك تمشي مع فلان وفلان، ولا انه عايش وين ما كان بعمر معين خاصه تحت ال 15 ونعرف مين اهلهم اللي هن عم يعيشون، وهيدي حاله كثير مهمه. أكيد. يبقى نرجع بس لحتى قبل ما كنا الوقت يخلص الوقت، انه طيب بركي واحد بركي ربما مثلا خاصه لما نقول اللي عمره 14 15 هذه كمان بيلعبوها على الاهل عمره 10 سنين 9 سنين انه بيروحوا معهم على المعالج النفسي كمقايضه، يعني في كتار بيقولوا لانه انت مكان مكتبك هون بالحمرة، ولانه هو لما يجي على الحمرة بحب يروح على المكان الفلاني والفلاني كرمال هيك بيجي لعندك. ما بيصير، هيدي مقايضة، يعني أنا بروح لعنده لعندي أو عند غيري حسب كل واحد وين الأوفيس تبعه، لأنه لما روح لهونيكي بروح على مطرح أنا كتير بحبه ما بعرف شو اسمه. طيب هيدي مقايضة، أو لأنه وعديني أنه اشترك بالنادي الفلاني ما بدي زعل أهلي، لذلك رح أعمل كل شيء بدهم وألا بيقطعوا عني مسائل الفلانية. هي مقايضة أنه شيء مقابل شيء، هوني معناتها ما بدك تروح على المعالجة وغير مقتنع ولن يتعاون، وبتوصل المطرح بيعرف حدا الاستشاري انه انت ما عم تتعاون ليه عم تجي لعندي، وبقول بيني وبينك بصراحة انا جاي كرمال كذا كذا. اوقات بكون انا جاي خاصة بمسائل المواضيع الهوية الجنسية، انا جاي كرمال اهلي، انا مسالتي حسمها بيني وبين حالي بس ما مخبر اهلي، وبدي انا وياك نتعاون كيف نوصل لهم الرساله. اذا كمان غير مقتنع بما انه جيت، تعال نشوف كيف بدنا نحكي مع اهلي. فاذا هن جايين لحتى بيفتكروا انه في معالج يغير الهويه الجنسيه تبع ابنهم او بنتهم، وهو بيكون جاي الابن لحتى يستغل الظرف، منيح اللي جابوني لعندك لانه انا واقع بمشكله وعمري انا صار 18 سنه 16 سنه هويتي الجنسيه محسومه، شو بدك تعمل تساعدني. اوكي. ومثل العاده الاولاد بيحكوا للغرباء اكثر ما بيحكوا للاهل في اشياء بخافوا يقولوها، يعني اذا صار في ثقه، لانه الواحد كمان بده بالمجال المعالجين والمعالجات بده يبني ثقه خلال فتره قصيره كثير باول جلسه، لحتى اللي جاي لعندهم وبده يحكي مع حدا غريب اشي ما بيحكيها لاهله، الاهل اللي هن المفروض يكونوا اقرب الناس لاولادهم، بقى قد ايه بده يكون عنده بس هيدا شيء طبيعي دكتور انه ما يكونوا بخبروا الاهل كل شيء؟ طبيعي. طبيعي لما يعرفوا انه هيدي المساله يمكن زعل ماما وبابا او بخبوها لحتى ما يزعلوا. تماما مثل اللي ممكن حدا مثلا عمره 14 سنه 13 سنه اللي كان هيدي عمره عم 9 سنين و10 سنين كمان انه يخبر علامات عن اهلهم. ايه بتقول له مثلا بتقول له 14 15 سنه انه طب عم تخبي العلامه عن اهلك خلال الفصل، اوقات فيهم يزوروا العلامه ويفرجون اشياء مثلا حسب كيف المدرسه بتقدم الريبورت علامات التقرير العلامات. بتقول طب بالاخر اهلك باخر السنه ما رح يعرفوا انه انت ما كنت عم تعمل منيح، والاب انا بكون اجلت القصاص واجلت العيطه واجلت الصريخ واجلت، وهي عمليه تاجيل منه انا رح يصير في عقاب للمساله هيدي. يعني هون الواحد لو لقطناها من قبل كان مول الاهل انه لا، بدل معاقبه العلامات المتدرجات متدنيه اكاديميا عم نشوف شو ما نعمل لحتى يحصل احسن اكاديميا. لما تكون مقاربتهم للموضوع الابروتش تبعهم هي قصاص لانه العلامات هيك، بصير ممكن تكون رده فعل ابنهم او بنتهم اخفاء العلامه. بس يعني التعاطي دكتور مع الاولاد، يعني مثل ما عم بتقول، يعني اجى اعطاك علامه مش منيحه شو بتزقف له ولا شو؟ انه كمان الاهل بموقع صعب، يعني دائما يعني اذا قسيت رح يخبي مرت الجاي، واذا رخيت كمان انه شو الحل؟ نشوف شو نعمل خطه هو مشترك فيها او هي مشتركه فيها، كيف العلامه بالماده الفلانيه او المواد الفلانيه محسنه تحسنها، لانه يمكن تكون متدنيه وتضلها متدنيه، يعني تكون ب 30 بعدين تصير بال 50 يعني 50 عمية عم نحكي. طيب هل 50 عمية علامه ناجحه؟ لا. طيب
بس من بعد ما جاب 30 و40 جاب 50 و55، هل كافأت التحسن بال50 و55؟ بعض الاهل قد يقول، وبعض المعلمات والمعلمين قد يقولون انه عم بتكافئ علامه راسبه، لا عم بتكافئ التحسن بالعلامه. نعم اكيد هذا تحسن. هذا شفت انه بعدنا هلا باول السنه كنت 35 40، هلا صرت 55 60 بنص السنه، معناتها فيك تنتهي ب 70. 70 كثير منيح لحدا كان راسب باول السنه. اكيد هيدي هون بيجي حدا لما الاهل يكون مركزين كثير انه شايف لي حالك بال 50، هون بيجي اهميه الاستشاره بالمدرسه اذا في ارشاد وتوجيه او خارج المدرسه. نعم انه عم بتكافئوا السلوك، حتى بالسلوك ان كان سلوك غير ملائم بالمكان اللي قام فيه، هل تحسن سلوكه؟ ايه بس ما كثير. طيب هل كافأت السلوك اللي تحسن؟ ايه بس ما كثير. نعم لكن ليس بشكل كاف. لا لا بدك كافي مكافأة لحتى يصير افضل. نعم ما في سلوك عاطل، في سلوك غير ملائم للمكان. اوكي كيف فينا نختم موضوعنا دكتور؟ نختم الموضوع وانه عدم منيح جيد اذا في محاوله لاقناع المراهقين والمراهقين خاصه المراهقات خاصه للذهاب لمعالجه نفسيه او استشاره عائليه او غالبا دكتور كل ولد برايك بده معالج نفسي؟ لا 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 اكيد لا ولا اللي بده معالج. نعم لما الاهل يقولوا هيدي صارت فوق طاقتنا، او بمعنى انه هالسلوك هيدا عم بزيد وما عم نقدر نوقفه، كيف ما نوقفه؟ بدهم استشارة من أوكي. من خارج المنزل بقى، وغالبا مثل ما قلت بتكون شيء دخلوا بالعائلة، استشارة عائلية يعني it's more family therapy. أوكي لكل الحالات تقريبا فيها أطفال فينا نقول إنه tips نصائح للأهل طبعا لأنه كل الأهل نخطئ ما بنكون عارفين عنه عم نغلط. كيف التعاطي مع بنتكم عمرها 3 سنين بشغلة ما هيدي مسألة معالجة النفسية تبع الأطفال، طلع إنه ما دخل الطفل اللي عمرها 3 سنين، ثلاث سنين شو بده يكون دخلها؟ دخل قريه الاهل والتعاطي معها، خاصه اذا كانت او كان المولود الاول، معناتها نحن بنكون كثير حريصين انه عم نزيدها، بنكون بالاوفر بروتكتفنس عم تحكي عنها بالاهتمام الزائد، او مركزين مفتكرين هذا هو الصح، بيجي حدا اختصاصه هالشيء هذا بتقول لهم لا هذا صح وفي كمان طرق اخرى صح. نعم دان فهيدي عم نقول انه واحد لا يتردد باستشاره الاخرين، واوقات هذا الشيء موجود بالمدارس بكون، لكن لا يتردد باستشاره. وعلى فكره يعني انا على تجربه الاولاد بيتقبلوا هذا الموضوع بيريحهم، يعني مش غلط طبيعي. يعني سهل اقناع الولد، قصدي منه شيء صعب، بروحوا على مطرح رح ينبسطوا فيه يعني ايه رح ينبسطوا ويفشوا خلقهم يحكوا اشياء اكيد ما بيقولوا لنا اياها بكل الاحوال. يعني الاهل بدهم يتقبلوا هذا الشيء انه في قصص بدها تتخبى عليهم شيء ام ابو. واهم شيء اذا بدي اختم بشغله بتيجي يا احسن لهم، هي انه دائما شو ما كان الحاله خاصه للاطفال او كذا، انه وقت عم ناخذ موعد فيك تقولي لي بتعالجي المواضيع الفلانيه واعطيها فكره، اعطيه فكره انه الموضوع هو هيك، بيسالني سؤال كلها بتاخذ هيدي على التليفون يعني دقيقه ونص، ما في معالجه على التليفون، بس في انه اعطيني فكره اتاكد انه عندي. نعم ما حدا رح يجي ياخذ حالي بس لحتى ياخذ زائر زياده، يعني بالعكس بيطلع انه اخذنا لعنده او لعنده وما مشي الحال ما استفدنا. طبعا لا بيجي انا حدا بدل بقول له اخرين اعطيك رقم حدا افضل بهالمجال حتى انجر مانجمنت مثلا الغضب نوبات الغضب حدا مثلي مثلا اللي بيعملوها كثير من الاولاد لا الاولاد وغير الاولاد والكبار. طب ما هو حسب وين، ما هي نسبيه في حدا او المزاجيه كمان، يعني في اولاد مودي كمان ما بتعرف مثل ديجونكتور وعم بيطق في حدا مثلي مثلا في يقول ايه بتعاطى فيها اذا كانت بعدها بدايتها او بحد معين. نعم وفي حدا اختصاصه بس انجل مانج بس يتعاطى مع نوبات الغضب، طبعا عم نحكي عن الكبار، معناتها عم بحكي كيف قد ايه الاختصاص مفرع. نعم هلا يمكن يلاقي انه دخلوا بالعلاقه الزواجيه يرجع من بعد كذا جلسه يقول له بدك شي جلستين او ثلاثه بتروح عند فلان، بقى في جروب في تيم في فريق عمل عم بيشتغل حتى لو ما كنا بنفس المكتب. نعم. لكن فيها النتورك التشبيك مع فلان وفلان وفلان، بمسألة واحد بيفتكر ما بدنا نقضي هلا كل اسبوعنا، لا هو كلهم سوا بيحكي عنهم يمكن ياخذوا ست جلسات يمكن ياخذوا اربع جلسات، فواحد حلو يسأل وما يعمل بس يسأل ويختار الشخص المناسب. نعم دكتور رائد محسن شكرا كثير، نلتقي انا وانت ان الله راد اكيد.